حضرتك كده بتفتحي لي سؤال تاني. نعم. حضرتك كنتي في الصفوف الأولى صح لمواجهة أخوانة الدولة. نعم. ما خفتيش من بطش الجماعة؟ شوفي هقولك على حاجة. اتفضلي. أنا ما أقدرش أقولك إن أنا شجاعة وما بخافش زي ما بيقولوا عليا. لا أنا بخاف، بس بخاف بعدين. يعني مثلاً يعني. يعني إيه بعدين؟ يعني بعد ما أقول الحاجة. طبعاً. يعني أقولها ولما بتسأليني لازم أقول اللي أنا مقتنعة بيه. ومش ممكن أقول غير اللي أنا مقتنعة بيه، عشان كده الناس بتحس بالصدق. لكن لما بروح بقى بقول دلوقتي ممكن يجي يمسكوني، دلوقتي ممكن يعني خواطر كده يعني. بس عمري ما تراجعت عن إن أنا أقول اللي أنا مؤمنة بيه واللي أنا حاساه. حصل لحضرتك تهديد قبل كده؟ كتير. أنا لسه عندي جوابات تهديد. مضمون التهديد كان عامل إزاي؟ كان في تهديد بالقتل، إحنا هنقتلك. ليه؟ مش بس جوابات. ده حازم أبو إسماعيل عمل يافطة كده كبيرة عليها صورتي وعليها إن دي مطلوب قتلها. أثناء حصار حازم صلاح أبو إسماعيل برجالته مدينة الإنتاج الإعلامي. بالظبط كده. ما أنا اللي أنا بقوله بقى يا أسماء، إن أنا بقول إيه؟ بقول هما مش يعني مش إقنعني، هي إقمعني. يعني افرضي إن أنا مختلفة معاك ومش فاهمة، تفهمني ولا تقتلني؟ يعني عمر القتل ما جاب نتيجة. يعني حضرتك عمرك فكرتي إن أنت تهاجري وتسيبي مصر؟ فشر. معلش هي كلمة كده، فشر. عندك حق. أنا كنت عايشة في فرنسا وجيت لبلدي. يعني بعد يعني حتى في مرة حد قال أنت إيه ده؟ إيه اللي هيرجعكوا؟ لأن كان وقت الحكم برضو مش قوي يعني. قلت لها إيه اللي ما يرجعناش؟ دي اللي بتنفس هواها، دي كل حتة فيها منها.